هي لاليتا، شو بدنا نعمل هلا نحن؟ سوى ناندي رح تروح على غرفتها لتجيب مفاتيح المخزن. ايه رح روح قبلها ورجع المفتاح. خود روح ساوي نسخة من هذا المفتاح، بس دير بالك منيح، هي هلا عم تهتم بالفطور وانا رايحة ارجع المفتاح على غرفتها. انت عن جد ذكية لاليتا، حلو. سوانندي كتير ذكية وحريصة كمان، فجأة ظهرت وراي من دون ما أشوفها. كمان؟ أنتي قلتي لها تقعد وتخلص أكل، أنا هيك متذكر. لا ما أكلت، قالت إنها رح تخلص الشغل بالأول وبعدين بتفطر. عن جد مو معقول، كتير هي مزودتها ومطيعة بالشغل كمان. ايه؟ عن جد ما بعرف، هيك ناس ما بتجيب إلا وجع الراس، ما بيقعدوا بسلام أبداً وما بيخلوا حدا يقعد مرتاح وبسلام كمان. لاليتا، انت متأكدة انه ما عرفت شي هي؟ لا ابدا، اعطيتها سبب مقنع. حطي الاواني الفضية بقماشة ناعمة مشان ما تصير سودا، اجيت لقلك هيك. انا ما بتوقع ابدا انه رح تصدق هالسبب، مع انه انت قلتي لها انه تقعد وتفطر، ما هيك؟ ولحقتيها على غرفتها لحتى تقولي لها هذا الشي، قولي لي كيف بدها تصدق هيك؟ ما انتبهت على هالشي هاد. لازم تنتبهي أكتر، ها؟ والمفروض إنك تخلي ببالك كل هالتفاصيل الصغيرة هاي. جانكي بسيطة كتير، فينا نقدر نخدعها بكل سهولة، بس هاي البنت يلي اسمها سوانندي مستحيل إنه نقدر نخدعها. أنا عن جد شايف إنه في مشكلة، إنه إذا ضلت هاي البنت بهذا البيت كيف رح نقدر ناخد الصحون الفضية ونبيعها على راحتنا؟ على حسب حاجتنا منبيع، ما رح تحس. مين بده ينتبه؟ مين هاد هلأ؟ مين؟